باكستان على موعد مع كارثة جديدة. فاضت أنهار شمال غربي الهند وفتحت سدودها لتغرق بذلك مئات القرى على ضفاف نهر ستلج الذي يمر بين البلدين. هكذا تحولت المناطق الحدودية الباكستانية مع الهند في إقليم البنجاب بسبب الفيضانات إلى قرى مقطعة الأوصال وبحيرات على مد البصر، مخلفة وراءها دمارا وخرابا. في كل مرة تفتح فيها الهند سدودها تغرق قرانا وأراضينا، إننا نستنكر ذلك. لقد تضررت منازلنا وآلاف الفدادين الزراعية، خسرنا محاصيلنا من الأرز والذرة وقصب السكر والخضار، كما نفقت الكثير من مواشينا. السلطات الباكستانية والمؤسسات التطوعية واصلت مساعيها لنقل سكان القرى العالقين جراء الفيضان، وأصدرت تحذيرات لسكان القرى المحاذية لنهر ستلج والمناطق الأكثر عرضة للفيضانات بالرحيل عن مناطقهم، حيث بات الفيضان يتهدد 7 مقاطعات محاذية للهند في إقليم البنجاب. وسط هذه الظروف تحاول فرق الإنقاذ الباكستانية الوصول إلى المناطق المتضررة جراء الفيضانات، حيث باتت هذه القوارب هي الوسيلة الأنجع والوحيدة للوصول إلى المناطق المتضررة. فريق العربية والحدث رافق إحدى فرق الإنقاذ المحلية إلى إحدى القرى المحاصرة. بعض سكان القرى فضلوا الرحيل عن قراهم، وآخرون ربما لم يسعفه الوقت والحيلة، أو فضلوا البقاء في منازلهم رغم المخاطر. لقد تضرر منزلنا وخسرنا محاصيلنا ومعظم مؤونتنا، نقتات على القليل مما تبقى أو ما تقدمه فرق الإغاثة. قررنا إخراج بناتنا، أما أنا ففضلت البقاء مع أبنائي. حال العمة رشيدة وأسرتها حال العديد من الأسر الباكستانية التي فقدت قوتها ومصدر دخلها، تخشى على مستقبل أبنائها وتنتظر بفارغ الصبر انحسار مياه الفيضان لتبدأ حياتها من جديد. عبد الرحمن المزيني، لقناتي العربية والحدث، إقليم البنجاب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.